جوستومون في شكل بطولة مش في شكل كاس بالطبيعة. سبعة فرق، ثلاثة مباريات في النهار، كل فريق معفى يوم في هذه البطولة. السنين الأولانيين هما اللي تعداوا بالطبيعة. تمنياتنا للاتحاد المونستيري والنجم الراسي للمرور للكاس الإفريقية للعب بطولة إفريقيا الأندية البطلة في تونس بتنظيم إن شاء الله تنظيم متميز للنادي الإفريقي في هذه البطولة. وبعد إن شاء الله يترشحوا كما قال هيكل بن عمر ماكسيموم تاع الفرق التوانسة باش نزيدوا أكثر حظوظ إن شاء الله للفرق تاعنا التونسية للظفر بطولة إفريقيا اللي بيصير في ديسمبر قلنا في تونس وبتنظيم من النادي الإفريقي الموجود في أبو ظبي المشاركة في دورة أبو ظبي الدولية. منذ شهر ونص تقريبا كان موجود في تركيا النادي الإفريقي للقيام بتربص يعني كأس إفريقيا بدير بالنسبة للنادي الإفريقي. قبل حتى شهرين الانتدابات ملاعبي من الانبياء يلسي بلعب في سان أنطونيو سبيرز موجود في النادي الإفريقي لتأسيس صفوف هذا الفريق في بطولة إفريقيا. إن شاء الله تكمل الفرحة يفوز النادي الصفاقسي سيدات بطولة إفريقيا في صفاقس ويترشح الاتحاد المونستيري والنجم الراسي البطولة إفريقيا. نتنفس شوية ناخذ شوية النفس ونعطي كلمة سي الحبيب الشريف مرحبا بك. يعطيك الصحة سي ربيع على المقدمة هذه. اللي نحب نضيفه أنا نقول كون تونس اليوم في الشهر هذايا تتنفس كرة السلة الإفريقية وإفريقيا كلها في تونس ما شاء الله. عندنا الدورة الترجيحية هذه نظمها رادس يليها من بعد الدورة النهائية ثم عندنا سيدات كذلك نادي صفاقسي قاعد يقوم بدور النهائي للأندية البطلة. هذا كله يدخل في تحضير بطبيعة الحال للأندية نتاعنا ولاعبينا اللي هو بعد بضعة أشهر باش يخوض البطولة الإفريقية. اللي يجلب انتباهي هنا هو كونه حب نشكر النجم الراسي على التنظيم المحكم وهذه ولت عادة عنا في تونس. هذا ما يمنعش باش نقولوا بكل ما يقوم عمل طيب نقولوا له يعطيك الصحة. اجتهد كل ممثلي النجم الراسي من منظمين من مشرفين من مدير القاعة والحق القاعة يعني احلى حله لابسه احلى حله في التظاهره هذه. ان شاء الله كيما هذه الزينه وهالتنظيم ان شاء الله النجم الراسي يقدم لنا كذلك مردود يزيد يفرحنا ويتوج الفرق التوانسه الزوز النجم الراسي والاتحاد الرياضي المونستيري. ومرواتسيه الكل فرحانين لانه رجع الاشعاع في رادس سي الحبيب منذ سنتين تنظيم البطوله المغاربيه مشاركه في البطوله العربيه وبلوغ الدور النهائي منذ ايام في المغرب تنظيم الدوره الترشيحيه لعب ادوار نهائيه كاس وبطوله في السنين الاخرى يعني تقريبا الخدمه اللي صارت منذ 10 سنين لتجهيز هذا الفريق قاعده تعطي في اكلها من ناحيه تنظيميه الفريق في بعد اخر ولا ينظم في التظاهرات ويشارك في التظاهرات برا ومن ناحيه البطوله الوطنيه كيف كيف انتاجه متميزه في السنوات الاخرانيين. نعطيكم لمحه على الفرق المشاركه في هذه البطوله الترشيحيه لكاس افريقيا. النجم الراسي الاتحاد المونستيري مجمع النفط البترولي الجزائري هذا باش يكون منافس شرس للفرق التونسيه. شباب الدار البيضاء اللي انهزم في اللقاء الاول ضد الاتحاد المونستيري نهضة اتحاد طنجة الفريق اللي نشاهدوا فيه الان ضد النجم الراسي. شباب ريف الحسيمة المغربي سبورتينغ الاسكندرية كيف كيف منافس شرس على بطاقة التأهل للكأس الإفريقية. كي نقول لكم انه سبورتينغ الاسكندري في مكرم رمضان وفي حمدي براع تعرفوا للفريق هذا باش يلعب الادوار الاولى في البطوله هذه تقريبا منطقيا باش تلعب بالمسير رادس المجمع البترولي وسبورتينغ الاسكندريه لكن نظريا هذا الحجر الحاضر واجب سلاح صحيح. احنا ما يلزمناش نسبق الاحداث على خاطر كل فريق اللي قام بالتنقل هذايا وجاء لهنا الا كان عنده حضور. ما ثماش فريق قوي يجي ويشارك للمشاركه. كل فريق ما يجي الا ما يكون عنده حضور او يشعر او يحس كونه عنده حضور وافره للظفر بالتتويج بطاقتي التاهل. اي نعم 8-0 بدايه صاروخيه للنجم الراسي. ذكروا النجم الراسي عز صفوفه بلاعبي دائره البشير معين هما في بوستكات تقريبا بشير معين ومحمد العباسي. العباسي كانت عنده تجربه كيف كيف في البطوله العربيه مع النجم الراسي عنده امكانيات ضخمه الحقيقه. العباسي يعاون برشا في الراكات
عاون النجم الرسمي في البطوله العربيه، عاون النجم الساحلي في بطوله افريقيا عمناوي، والسنه استنجد به كيف كيف مره اخرى النجم الراسي لاعب الدولي محمد العباسي. بشير معين كيف كيف اكتيف فيف سريع في قاعد يكون مردود طيب في ملعب النابلي، مش سنه برك وانما منذ ثلاث اربع سنوات، اضافه للوساتور اللي تعودتوا به في رادس عباده مروان كشريد حجري المغربي سنوسي. تقريبا هذه هي التشكيلة بتاع النجم الراسي اللي باش تخوض ماراثون مع الفرق الكل، لانه على ست مباريات متتالية في سبع ايام، ثلاثة مباريات في النهار، هذه ساعتين والاربعة والستة اليوم استثنائيا الاربعة ونص، لانه كان فما تقديم الاندية والحفل الافتتاح تقريبا دام اربع دراج قبل اللقاء هذا، استثنائيا بدا الاربعة ونص، من بعد المباريات كلها باش تكون الاربعة ماضي ساعتين والاربعة والستة نتاع العشية. القناة الوطنية رغم التزاماتها المتعدة في الرياضات الكل ورغم الالتزامات الانتخابية وغيرها، ما حبتش تحرمكم على الأقل من هذه المباراة الافتتاحية للنجم الراسي. كيف كيف قلت ربي باش يكون عندنا موعد مع لقاء القمة، لقاء الفرجة والتشويق بين النجم الراسي والاتحاد المنستيري، خذوا نوتة نهار الجمعة الأربعة نتاع العشية على القناة الوطنية، النجم الراسي الاتحاد المنستيري، مباراة حلوة برشا مشوقة، وديما مباريات راسي ومستير حتى في البطولة تكون مشوقة للغاية. ثم إن شاء الله باش نخدموا تغطيتنا في اليومين الأخرانيين إن شاء الله كما قلنا على الأقل مباراة لإحدى الفرق التونسية. 8-3 للنجم الراسي في هذه البطولة الافتتاحية. تعرف البطولات هذوما سي الحبيب، اللقاء الأول هو اللي يحكم على حظوظك تقريبا 50%، اذا تخسر اللقاء الاول وتتضرب يضربوا لك بلاعبيه ويتمسك المورال تولي بطوله صعيبه، اذا تكمل سون بي بام معناها تربح ما تضربلكش بلاعبيه، تربح فارق مثلا 20 نقطه وترتح من لاعبيتك، يكون هذا معطى اخر في بطولات كيما هكا، ومن هنا مباريات الاولى يكون عندهم امباكت كبير ياسر على باقي السباق. يعطيك الصحه سي ربيع، هذا الكلام المنطقي، لكن في الاجتماع الفني وكل اجتماع فني اللي يسبق الدورات كلها، الفريق المنظم او البلد المنظم دائما يختار المباراه نتاعو، والمباراه نتاعو عاده ما يختارها الا بعد ما يطلع على مستوى الفرق ويختار نجم نقولوا الفريق اللي في امكان الفريق المنظم باش ينتصر عليه، فهمت؟ باش على الاقل كما قلت انت يبدا المباراه نتاعو فوز باش يواصل المشوار في احسن الظروف. هذا علاش اليوم نلقاو النجم الراسي اختار فريق طنجه، يعرف فريق طنجه مليح، هو قوي شويه فريق طنجه حسن لمحالة بطبيعه الحال، لانه عمل فيزيون بين زوج فرق، بين نهضه طنجه واتحاد طنجه، هذا كان منذ شهرين تقريبا في المغرب، وصلوا للجوله الخامسه، بطوله ما عندهاش برشا من اللي بدات في النسق. النجم الراسي متفوق على الفريق هذا، عنده اكثر مباريات منذ بدايه الموسم حتى على سبيل المثال المشاركة العربية، كيف كيف زادت تعطت لحمة أكثر للنجم الراسي، لكن الفريق هذا قوي لأنه جمع زوج فرق نتاع طنجة اللي هما النهضة والاتحاد، يعني ما نجمش نستسهلوا برشا الفريق هذا. ما نستسهلوش، لكن هذا من بين الفرق اللي ممكن النجم الراسي ما يلقاش صعوبة كبيرة باش يفوز عليه، من نظر المجمع البترولي والاتحاد المنستيري، هذوكم يعني ناس عندها تلعب على حظوظها 100%. ان شاء الله كما وقع الاختيار على الفريق هذا كما تقع النتيجه النهائيه باش نواصل المشوار في احسن الظروف. نجيو فنيا النجم الراسي الى حد الان قاعد يعني ما يلقاش في صعوبه برشا في يكمل الهجمه نتاعو ويستسهل نوعا ما في اخذ القرارات. في المقابل قاعد يخفي ثقه في روحه اتحاد نهضه طنجه، لانه من 8-0 عامل 5-0 الى حد الان في 3 دقائق، يعني عمل بلس 5 متتاليه. بطبيعه الحال النجم الراسي كما قلنا متفوق نوعا ما على ذهنيا على الفريق هذا، خلاه يستسهل بعض السيتواسيونات بعض الحالات في تسديد من بعيد وكذا وكذا، لكن الفريق المنافس هنا قاعد يلعب بطريقه انجع نوعا ما، قاعد مش يصوب من بعيد، قاعد يحاول يخلق في ثغرات ويخلق في فرص باش يوصل تحت السله. النجم الراسي بطبيعه الحال باش يدارك الموقف هذا 100% ويغير طريقه اللعب نتاعو ويولي يلعب على مستواه العادي، على خاطر ما نجموش نفوزوا ومن اول مباراه ولو الفريق مبدئيا يظهر كونه في متناول النجم الراسي. ماتيوس
ولا اعتراف دفاعي ناجح، 8-5 كرة مغربية محاولة عكس الهجوم حتى الزهواني خروج كرة لفايت طنجة. هكا باش ما نقعدش نقول لحظة اتحاد طنجة المغربي باش نسميه طنجة طنجة ايوا راتس طنجة. سعيد بوستوت، سعيد بوستوت ثم يحاول يمشي الواحد ضد واحد مع العباسي، تسديد من مسافة متوسطة من مي ديستونس ينجح عمر العناني. 8-7 7-0 لطنجة في 3 دقائق. المفروض تايم اوت، وقت مستقطع من جافريل بنتليس ولا مازال بكري؟ ما عرفش سي الحبيب، فريق عمل عليك 7-0 تطلب تمر ولا الوقت هذا؟ من المفروض حقه يركز، حقه ياخذ وقت المستقطع هذا باش يزيد ينظم الهجوم نتاعو خاصة، وحتى في الدفاع انا الرأي لكون الفريق مازال ماهوش قاعد يبذل في المجهود مجهوده الحقيقي. من 8-0 8-7 ومعهم امتلاك للطنجة المغربي، محاولة المرور حلو ياسر الكونتر من ماتيوز، يبقى الامتلاك وتبقى البوسيسيون مغربية، وهذا اللي حكينا عليه المستقطع يفرض روحه للأمانة، يمكن عطاه شانس الفريق نتاعو في الامتلاك الأخر جافريل بنتليس، وقت اللي صارت الانترسبسيون وصارت الكونتر اتاك وقعد الامتلاك عند الفريق المغربي، حس اللي ينجم في الامتلاك هذاك ياخذ اول اسبقيه، مش باهي تكون 8-0 ولا خاطر 9-8 في قاعدك مع بدايه المباراه، طب تمر باش يكسر المساق نتاع المغاربه وكيف كيف باش يصلح ويمكن اصلاحه، لانه 4 دقائق تقريبا ما سجلش نجم الهرازي. صحيح، ومازلت في 3 دقائق وبعض الثواني، دونك الوقت مازال ويلزم يدارك الموقف هذايا، ويلزم النجم الرازي ياخذ جديه من اول رد هذه المباراة، ياخذها بكل جدية باش ما تصعبش عليهم بعد. المهم الزوج فرق قاعدين يلعبوا نفس الطريقة تقريبا، في الدفاع رجل لرجل وفي الهجوم قاعدين ما همش يركزوا في خطط تكتيكية جماعية، بل اللي كل واحد يعني بعد تسرب يخرج كرة برا يقوم بالتسديد من بعيد، وهذا اللي خلانا النتيجة تو لحد الآن يعني مش كبيرة ياسر، 8-7. إن شاء الله نشوفوا طريقة لعب نجم الراتسي خاصة اللي تورينا مستواه نتاع مثل نسيم بيه. 8-7 كرة مغربية، امتلاك مغربي لازم يعطيها اسبقية نقطة، دخول بشير معين، تسديد ينجح أول اسبقية للفريق المغربي، سعيد بوستوت يأمن نقطة فارق 9-8. نذكروا انه البدايه بدات 8-0 الرادز ثم ولات 9-8 لان الفريق المغربي، حتى شيء ما هو سهل في مباريات اولى في دورات كيما هكا، خاصه وانه يلزم الفرق نتاعنا التونسيه المباريات الاولى ما تخسرش الجوكر نتاعها، بعد باش يدخلوا لا يقدر الاصابات، يدخل التعب كل يوم مباراه، يعني النسق باش يتيح والاداء باش يتيح، يعني اذا ما تعملش البلان في المباريات الاولى تلقى مشكل. من بعد الحاجه الباهيه انه واحد من لي كونكورون على البلاستين اللي اهلوا الكاس افريقيا سبورتينغ الاسكندري بدا يكزوم النهار الاول، الجبل الاول، يعني باش يتعب اكثر مبدئيا، ما عندوش يوم راحه يفصل راحه، هذا على الاقل ينجم يلعب شويه، ما يدخلوا هذوما على ديتاي هذوما راهو بطولات كيما هكا راهو العباد تعطيهمش كيما ما يدخلوا ثم حتى الفريق ولو يلعب عنده مباراه سهله ما يجموش ينزل على اللاعبين نتاعو الاساسيين طيله المباراه، يدور يغير برشا باش يرتح يقرا حساب، مازالوا 5 مباريات كاملين يوميا مباراه، يعني هذايا المدرب دوره هنا كيفاش ينسق ما بين هذا وهذا، ما بين تغيير اللاعبين وما بين الحفاظ او المحافظه على نتيجه المباراه النهائيه. يسجل النجم الراتسي بعد مديده، بعد مديده تقريبا بعد 4 دقائق تقريبا 4 دقائق ونص، 10-9 مباراه فلوه مشوقه، كره مغربيه محمد الواتي عدين مساعديه، ثم المحاولة من بعيد من 3 نقاط غير ناجحة من سعيد بوستوت، يبقى الامتلاك ردو اوفونسيف مغربي، جونيور جوليوس مشي بالكرة مارشي وولق وامتلاك للنجم الراتسي، يلزم النجم الراتسي كما الكارتون الأول اللي فايتو فماش كلام، كرة النجم الراتسي جاتسون شين أمامه جونيور، جاتسون يمر يعمل اللوب ما ينجحش، المتابعة السنوسي ثم عمر عبيده يلعب 24 ثانيه النجم الراتسي ليكرون بشير معين، محاوله الفيك يكمل وحده لا يربح الخطا، كان ثم كذلك ثغره
بعد الكرام تاع بشير معين كان متحرر في الاكس، كان ينجم عمر عبيده يدور وسايب الكره للمعين، كان في وضعيه تاع تسديد ونعرفوه يسجل فاسو بانيه بشير معين، لكنه خير يمشي للامباكت، خير يمشي للتوغل ويجيب الخطا. اول دخول لمروان كشريد في المباراه، لاعب الخبره والنجاعه، لاعب بين ظفرين صناعي دولي منذ على الاقل 10 سنين، لعب في كامل المناسبات مع المنتخب التونسي، العاب اولمبيه، بطولات عالميه افريقيه، ملاعب كيما هكا نجم يعاون برشا رادز في بطولات مجمعه كيما هكا على مدى اسبوع. صحيح. اللي نحب نقوله اللي نجم الرادزي توا بدا يعمل في التصويبات الحره، يعني توا الفريق المنافس عمل 5 أخطاء نتاعو متاخر ياسر نظرا لمستواه، والنجم الرادزي لاحظنا لكونه يركز كله على التصويب والتسديد من المسافات كلها، ما ركزش اللعب نتاعو على التوغلات، هذا اللي خلى نجم الرادزي ما يستنفعش بالتصويبات الرميات الحره. ثانيا اللي لاحظناه لكون نجم الرادزي الى حتى الان قاعد يلعب شويه استاتيك في الهجوم، وهذا ما يخدمش مصلحته وما يخدمش مصلحه الفريق اللي متعود يلعب هجمات معاكسه ويدور الكره بسرعه. ويخسر في كرات سهله، يعمل في تورن اوفر، يعمل في تمريرات مخطئه ويخسر في كرات سهله نجم الرادزي. كذلك دخول الاسماعيلي في الراكات مع البشير معين. طيب الدفاع المتابعه مغربيه وينجح روبو اوفنسيف مع النقطتين من عمر العنيني، لاعب داخلي بوست كات خير روبو في ركات رادس وسجل نقطتين. 12-11 مباراة مشوقة. كشريد أمامه رامبو، مروان كشريد وصل كرة للسماعلي، أحمد السماعلي، مروان كشريد ما عادش برشا وقت في توقيت الهجوم، يكمل وحده، كرة نازلة سيد الحكم بالفعل، كرة نازلة وسلة للنجم الراتسي، بلوك شوت غير ناجح، اللي سيت بلوك كرة السلة، هاي الإعادة أمامكم، كرة نازلة يعني وقع احتساب النقطتين. 3 نقاط للنجم الراتسي وامتلاك لطنجة المغربي. يدخل كذلك عمر بوعليك في النجم الراتسي. كرة مغربية، حمزة زهواني حاول وصل كرة البستوت مقطوعة، وعليك يلعب مع سنوسي، 1-2 يكمل وحده، سجل سجل. الكرات هذه المفروض ما تضيعش في وضعيه تاع كونتر زيرو. كره لمروان كشريف، ثم بوعليك كشريف، كره سهله لازم تضيع في وضعيه كيما هكا. مروان كشريف مقطوعه من الفريق المغربي، حركي في الدفاع الفريق المغربي، رومبو يربح الخطا، ما عندوش طول قامة فارع الفريق المغربي، ما عندوش ملاعبية عمالقة، لكنه في الدفاع حركي بكيفية غريبة برشا، حركي برشا، تريز اكتيف في الدفاع، يعني تقريبا على ليزانترسيبسيون الكل يلعب، ما يخليش الناس مرات يدور كولا بسهولة حتى طرف. احنا قاعدين نلاحظوا اللي فما فريق عارف روحه خاسر يلعب الكل الكل، وفما فريق متهني على نتيجة مسبقا، وهذا يعني وضعية خاطئة، حسابات مش هي، هذا اللي يخلي اللي النجم الراتسي يلعب بهدوء برشا، والفريق الاخر قاعد يحارب من الاول حتى امكانياته كلها. صحيح انا واحد من الناس مطمئنه وعلمان، لكن اللاعبين ما يلزموش يتصرفوا التصرف هذا، خاطر ماشيين ويصعبوا المباراه عليهم ويعطيوا نفس ويعطيوا معناتها ثقه اكثر للفريق المنافس. النجم الراتسي مازال الى حد الان احنا نقولوا يدرس، لكن هذا مش كره قدم، مش قاعد 7 سنين يدرس المنافس نتاعو، هذا انتهى، يلزمك تلعب بالمستوى نتاعك معنويا المنافس، اذا دخلك في المباراه معنويا يعني ولي صعيب ياسر، تقعد بين ظفرين تقصي فيه مباراه كامله. صحيح صعيب ياسر. كره مغربيه، رومبو حركي برشا، رومبو التسديد مسافه متوسطه غير ناجحه من عمر العنيني، المتابعه من بشير معين، تمشي كره مروان كشريد على الجناح يهدي اللعب، 3 ثواني ثانيتين ثانية من 3 ما توصلش كرة وينتهي تنتهي الفترة الأولى 14-12. يعني النجم الراتسي سجل في 3 دقائق 8 نقاط وفي 7 دقائق 6 نقاط فقط، يعني فما مشكل بداية من الشطر الثاني من الكارتون الأول من الفترة الأولى كان فما مشكل. لا نعرف كما قلت ثقة زايدة بعد 8-0 في باله يمكن المباراة انتهت،
أو أمور فنية أو تكتيكية. باش تفسر رجوع الفريق المغربي على براتسي بعد 8-0 الأولادية؟ بعد الكلام اللي فسرناه الكل وقلنا ثقة وما ثقة نخليوها الشيء هذا على جانب ونمشيو أمور أخرى ممكن تفيدنا أكثر. أنا شفت اللي مدرب نجم الراتسي قام بالعديد من التغييرات وأقحم لاعبين اللي ما همش مستنسين ببعضهم ممكن الفترة اللي تقابلوا فيها وتمروا فيها مع بعضهم قصيرة. هذا علاش اللي رينا كونه فما ديكاسيو فما ما ثمش ديزوتوماتيزم حاضرة ما بين اللاعبين كما ينبغي. هذا ممكن زاد شيء اللي خلى نجم الراتسي بعد الفترة بعد 3 دقائق الأولى في الآخر ما لقاش الانسجام والتنسيق ما بين اللاعبين نتاعو اللي خلاه يتباطأ برشا في تدوير الكرة في الهجوم. هذه نقطة أخرى ثانية يعني ماهيش إيجابية للنجم الراتسي اللي يلزمه توا في الفترة هذه يتفاداها باش يكمل الفترات الشوط الثاني في ظروف ملائمة أحسن تخليه على الأقل يورينا المردود اللي نستناو فيه لحد الآن. عندي تصريح للمدرب المغربي أحمد كاشيش قبل ما يسافر من المغرب، ما حكيش بالكل على أمور الذهاب لكأس أفريقيا. قال نحن تحولنا الراتس التونسية للاحتكاك مع فرق كبيرة عربية وكذلك لكسب الخبرة وتمثيل مشرف لكرة السلة المغربية. يعني الفريق المنافس المغربي اصلا ما وش ولو انه ينجم يكون مناوره هذا كله كلام نعم ينجم يكون مناوره لكن هذا قالوا في الميديا نتاع المغرب مش في تونس باش لما يقوم بنتيجه طيبه ولا يقول هو انا عنطر لكن هذا كان تصريح للاشاره احمد كاشيش كان من نجوم كره السله المغربيه في الثمانينات. يلا ثلاثيه للنجم الراتسي بامضاء مروكي مغربي اما تونسي نجاحه صلاة في راتس لأنه هو أمين المغربي ويعيطونه المروكي ويلعب في طنجة المغربي اليوم. كرة لطنجة رامبو حاول يلعب في الراكيت تخرج كرة في لك لشكون النجم الراتس. بطبيعة الحال البداية هذه في بعض ثواني بضع ثواني هذه نتاع الفترة الثانية نشوفوا نجم الراتسي في الدقاء يقوم بالدفاع قاعد يحرك في الدفاع نتاعو بطريقه انجع وهذا 100% في فتره الاستراحه ما كان دور المدرب باش يحفظ لاعبيه على المردود في الدفاع خاصه. حمزه الزهويني عمر عبيده امتلاك جديد 24 ثانيه جديده اسماعيلي عبيده بشير معين بلوك شوت المتابعه ينجح السماعلي 19-12 نفس الضبط بدايه الفتره الاولى نفس السيناريو بالضبط 7-0 8-0 في الدقيقتين في الفتره الاولى 7-0 في الدقيقتين في الفتره الثانيه. ان شاء الله النصف الثاني يكون خير في الفتره هذه من الفتره الاولى. خطا ضد عمر عبيده هو صراحة راهو يصعب اللعب لما يكون فريق المقابل عندي عليه فكرة كون هو أضعف مني هكاك ديما نعيشوا مباريات تاع أعصاب وصعبوها على بعضنا علاش على خاطر في مخ اللاعبين خل كون الفريق المنافس سهل المنال وباش نربحوه كذا تولي مباراة صعيبة والفوز باش يكون مر إن شاء الله يتفادى النجم الراتسي المرحلة هذه. رمية حرة أولى ناجح رومبو دومينيك ديون ينجح في الرمية الحرة الأولى عمر عبيدة عباسي عبيدة ناجحة تسديدة ثلاثية من الكورنر من عمر عبيدة ثم محاولة المرور ينجح درايف ناجح من جونيور جوليوس كوليس ذكروا لي في الدورات كيف هكا
نجم الفريق يلعب بزوز اجانب. كرة راسية 19-16 لعب داخلي مع ماتيوس، ثم التسديد من برا، رغم انه مش اختصاصه العباسي لكن نعرفوا عنده نجاعة في مثل هذه التسديدات. لمس مش كثر منها، مقطوعة مروان كشريت، واحد ضد ثلاثة، يرجع عليه رومبو، عنده سرعة رهيبة، قصير سريع وعنده سرعة رهيبة، ذكرني بلوسن لاعب دنفر نوجيتس، مترو تقريبا 65، لكن مشكلة مشكلة من لاعبية كيما هكا اللي تسمو بالسرعة. ماتيوس، مروان كشريت، ثم من بعيد مروكي ينجا، أعطى نفس جديد للخماسي تاع جابرييل بنسيليس. محمد أمين المغربي بالثلاثية نتاعو، رومبو ما فهموش عمر العلاني، لأنه رومبو كان حب يفكسي الدفاع، يدخل بالعكس ثم يعمل الأسيست، وعمر العلاني ما كانش منتهى الفهم للتمريرة الأخرانية. ثم وقت مستقطع، لكن هنا دوري الحكم أعطى الكرة للفريق طنجة، وفما لمس من لاعب مرات وقتلي هي الكرة ملمس حتى حد. اللي نحب نقوله هنا كون النجم الراتسي قاعد يكون مردود، لكن فما تقطعات مش كونستان، مش مزرف، قاعد ياسر مره يعني يقوم بهجوم مركز منسق وسريع، ومره يكون اخفاق كلي ويكونوا اللاعبين واقفين ويقوموا اخر في اخر الوقت بتسديده هكا عشوائيه. نجم نقول الحمد لله المغرب يعني سدد مرتين في اوقات باهيه، باش خلى النتيجه ديما الفارق يكون نوعا ما يعني يفرهد شويه الفريق. 22-16 مش كبير لكن فارق طيب. الجماهير التونسيه والراتسيه حاضره في قاعه بوهيمه، عاد رونق فما موجود تقريبا جماهير غفيره. العدد هو محدود، العدد محدود لكن عامله البلان على حسب العدد المسموح فيه. واكيد مباراه راد اتحاد المونستيري راد سبورتينغ الاسكندري كيف كيف باش الجماهير باش تكون حاضره بكثافه للوقوف، ولا النجم الراتسي كيف كيف جماهير الاتحاد المونستيري كيف كيف. ما نعرفش اسكو مسموح الجماهير المنافسه تتنقل ولا، لكن اكيد انه الرواتسيه والمستثمرين باش يكونوا راد في رقم تاعهم حتى معنويا، مش بالحضور اذا ما امكنش الحضور في القاعه، كل سؤال الجماهير الرئيسيه بالنسبه تعرفوا فما امور تاع امن وتحديد عدد المقاعد والجماهير اللي تدخل في القاعه كيف كيف، او الجماهير المنافسه اللي تحاول. على كل حال ان شاء الله اللاعبيه هما اللي يكونوا العناصر الفاعله اللي تفرح جماهيرهم وفرقهم وتهزهم الكاس افريقيا، وهكاك تكون كاس افريقيا نموذجيه. خلينا نتحماو على الفرق الانجوليه على الاقل، مع راد مستير نادي الافريقي وجاهزيته وانتداباته القائمه، ومع الجماهير الكبيره اللي بتكون حاضره، فباش ما نتحماو شويه وناخذوا رياضيا الثأر من الفرق الانجوليه اللي عاملينو تقريبا فكت لنا الكاس افريقيا في سوسه من النجم الساحلي. ان شاء الله ناخذوا الدرس السنين، وان شاء الله نخليوها بطولة افريقيا ان شاء الله، ويكون احسن حافز البطولة الافريقية للامم اللي بتصير بعد كيلكو موا كما قلنا. تاخذ هما الفرق الانجولية 70% في المنتخب اللي باش يجيو لتونس، يعني كي تاخذ عليهم لاستوندور بسيكولوجيك في بطولة افريقيا لاندية يقعد يتبع فيك هذاك، وايجابي في بطولة افريقيا في السيف. صحيح. ماتيوس استقبال خطأ للكرة، ثم رامبو ويربح الخطأ. رومبو قوي في الدفاع، سريع في الهجوم معاكس، وحتى في الدرايف وقت لما يسجلش يربح الاخطاء. بنيته الجسدية مش تقول تسلى، كان عماد زغداد مخرج اللقاء يعطينا سريع على رقم 7. العضلات بتاع ساقيه والفورمه بتاع بدو مش تقول تسلى. بالحق لياقه بدنيه عاليه، قصير هو سريع مش كله سريع، لكنه يحضر التسديد من بعيد. لا ما ريتوش تسدد من بعيد، مازال ما لقاش فرصه على خاطر قاعد عليه الدفاع ياسر متقدم الى حد ان ضاغط قدام، هذاك علاش قاعد يتسرب ويخلق خطر.
تعرفوا كرة السلة في العالم الكل ولات تعتمد برشا على الجانب البدني، خدمة العضلات، اللياقة البدنية. على كل حال هذا لاعب مستوى ناتي الى حد الان، قاعد يعطي في طنجه في المردود اللي نحكوا على 15 دقيقه هذا. علاش نتبعوا في الثلجه المغربيه؟ معناتها ما نجمش يكون في المنتخب ولا، لكن حسب ال 15 دقيقه هذا قاعد يعاون برشا على ذكر الثلجه المغربيه والفرق المغربيه. نحيي وليد الغربي اللي درب في الفتح الرباطي، واللاعبين اللي قاعدين ينشطوا غاديكا في المغرب كذلك، مختار غيازة وقدور لاعب الاتحاد المنستيري، ونشط حمودي كيف في الوداد، وحتى مروان كشريت. حمودي ومروان من الملاعبيه اللي خلاو اثر كبير ياسر في البطوله المغربيه. حمودي التوى الجماهير تنادي باسمه في الفريق المغربي عند اللقاء الكبيره. خطا ضد عمر عبيده اللي فات سعيد مسدود. المهم اللي نجم نستنجوه لكون الى حد الان المباراه ما خدش النسق نتاعها اللي نستناو فيه واللي نتمناو فيه الرسم يكون هو يتماشى ومستوى النجم الراسي. قلت اللي كل ما تستسهل المنافس نتاعك، كل ما تصعب المباراه، وكل ما الفريق المنافس يولي عنده ثقه في نفسه اكثر، خاصه طريقه اللعب اللي ورينا فيها الراسي اللي هي غير صراحه مش مازالت ماهيش مركزه. فما تغييرات وقت اللي يرجع لك في الجروب العباسي بعد المشاركه في البطوله العربيه، وقت لعب زوز اجانب ما عندهمش برشا وقت في رادس ماتيوز وكيتسون، وقت اللي تجيب البشير معين يلزم شويه وقت، ولو انه قاعد يكذب فيا ماتيوس ايفيرون. ولا اليوم ان شاء الله تكون احسن حافز السله هذه باش تعطي مورال للاعبيه بتاع رادس، ويحاولوا يقتلوا المباراه على بكري. كره من بعيد ثلاثيه غير ناجحه، يخسر الالتقاط تاعو ماتيوس، تبقى مغربيه وتنجح، ينجح فريق طنجه المغربي. 28 23 كره لعمر عبيده. عمر عبيده حاول الدرايف يلعب مع ماتيوس، خطا مازال ما سددش يظهر لي. لا ما عنده رميتين، ما عنده رميتين لانه كانت العمليه كور داكسيون، يعني كان طالع باش يسجل. نجح في الرمية الثانية بطبيعة الحال والحمد لله. مازالوا 4 دقائق كما نشاهدوا، والنتيجة فارق 6 نقاط تقريبا. المهم اللي نحن نقولوا هذا كله وارد يصير، إن شاء الله النجم الراسي بعد الفترة الأولى الشوط الأول يراجع حساباته ويعطينا المردود اللي من أجله قيمة الدورة هذه في مدينة راس بطبيعة الحال. كرة النجم الراسي مرة عبيدة ثم المغربي من بعيد، 3-3 مروكي اليوم، 3-3 9 نقاط من 6 متر و75. تقريبا الملاعب اللي خرج شوية من له في رادس هو بين المغربي اليوم، مجاعة 100%. على خاطر قاعد ياخذ في تمريرات وفي مكانه ومن مكانه من غير تسرع وكذا، قاعد يقوم بالتصويب نتاعو في مكانه المحدد. هذا علاش عنده مشاعة 100% الى حد الان، وان شاء الله يوصل هكا وما يزربش في التصويب من بعيد. 3 دقائق و20 ثانية، 32-25 مسدود توصل الكرة تحت المربع، ينجح عدنان مساعدية في تقليص الفارق
ما نعرفش هو المشكل في الدفاع بالضبط في النجم الراتي، منطقيا 27 نقطة مش برشا، لكن أنه تخلي طنجة على بعد خمسة نقاط مع نهاية الشوط ينجم يخلي النجم الراتي يعطي أكثر طاقة في الشوط الثاني، مش محتاج يعطيها في دورات مجمعة تلعب فيها كل يوم. 52 ثانية، 32 27. هو نجم الراتسي قاعد النجاعه نتاعو يعني متواضعه في الـ في الـ في الـ في الدفاع قائم بالواجب نتاعو، لكن ثم اخطاء يعني نتاع بلاسمون نتاع وقتاش يقف قدام المهاجم وقتاش يقف جنبه، هذا قاعدين اخطاء لازم ياخذ نفس التداوى بعدين نظرا لسرعه لاعبي فريق طان. حوار تحت المربع يبقى الامتلاك لطنجه، وقت مستقطع أو تغيير، يدخل مروان كشريت، يقعد عمر عبادة، يعني مروان يطلع كرة وعبادة يولي بوستو، اللي نحكي عليه واللي عداه لكم قبيلة عماد زغدان على الصورة. لاعب سريع 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 متفضل فايق. ملاعبي سريع برشا، يعمل انترسبسيون في الكونتر اتاك، سرعة رهيبة وخرج ارتاح شوية وارتاحوا شوية منه الرواتسية، لأنه ماكش في مأمن من حتى تمريرة. لا لا أي في كل تمريرة شوف لاعب بالقامة هذه محترف في خارج بلادو وعمل انترسبسيون، يعني ماهوش شوية. عمر عبيده تكتيب 4 ثواني على نهايه الشوط. عمر عبيده يمشي للليكرون، ماتيوس كمل وحده ديكادرون، لا يلعب مع سمعلي، مش ما نظلمش احمد سمعلي، الحلول اللي جات من البنك اعطت اضافه، مغربي سمعلي اعطاه اضافه وقت اللي دخلوا وسجلوا تقريبا مع بعضهم 16 نقطة في أقل من 10 دقائق، وهذو إحصائيات مهمة برشا بالنسبة للاعبي رقم 7 ورقم 8، يعني دخلوا عقود الشوط. وهذا يقول اللي كونوا اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا توا أربعة من قدمهم من راتس. هما الكرات اللي قاعدين يتعبوا.